انا اللي يهمني في مثل هذه الظروف ايه؟ ان الاتحاد الافريقي ينظر الى هذا الامر الطارئ. انا ماليش دعوه، انا كراجل عندي مواعيد طيران، جبت وجيت بطياره خاصه، الطياره باظت، هعمل لها ايه؟ ماذا افعل؟ ماذا يفعل النادي الاهلي في مثل هذا الامر؟ فيجب على الاتحاد الافريقي الوقوف بجانب النادي الاهلي في هذا الامر علشان يأجل الماتش 24 ساعه لحين اصلاح الطياره والوصول الى كوماسي. هل في ده حاجه غلط بنقولها؟ امر طبيعي، طلب طبيعي وطلب مشروع. منطقي تماما، والحقيقه ان عدم قبول هذا الطلب ممكن يعني خلينا نتكلم عن حاجات ما ينف... يعني ما اظنش ان احنا المفروض نتكلم فيها، يعني دي بديهيات. طائره تعرضت لحادث مش مسؤول عنه خالص النادي الاهلي، والنادي دلوقتي اصلا في ورطه ان هم مش لاقيين مكان يبيتوا اصلا فيه اللعيبه، فمنطقي جدا ان الاتحاد الافريقي ياخد قرار بتاجيل المباراه. ما اظنش ان ينبغي ان يكون في تفكير من الاتحاد الافريقي ان هو يقيم المباراه في نفس الوقت، حتى لو بعثه الاهلي هتوصل بكره، لان مش هيبقى في تكافؤ. يعني فكره تكافؤ الفرص هنا بقى مش هتبقى موجوده. فاعتقد ان الاتحاد الافريقي ان شاء الله يستجيب لمجلس اداره النادي الاهلي او لطلب النادي الاهلي بتاجيل المباراه 24 ساعه، بس اهم حاجه بس يلاقوا فندق يبيتوا فيه اللعيبه النهارده، يعني بدل ما يفضلوا موجودين في المطار. ظرف طارئ وارد يحصل حتى لو بنسبه ضئيله، لكن الحمد لله اهم حاجه في الموضوع ان اللعيبه بخير والجهاز الفني بخير. لا الحمد لله كل الامور جيده. انا زي ما شرحت بالظبط كده، هي الطياره بتبقى ماشيه، بيبقى فيه لو هي دي الطياره بيبقى فيه عربيه كده زي ما انتم بتشوفوا في الدنيا، بتلاقي عربيه صغيره نقل كده بتنقل الطياره بتزقها، وده موجود في كل مطارات العالم يعني. فالطياره العربيه دي خبطت في وش الطياره، يعني محدش هيركب طياره محدش هيركب طياره مخبوطه يعني ويسافر بيها، هيكون السواق من المشجعين. أو زي ما حضراتكم شايفين ده البيان الصادر من النادي الأهلي فيما يخص موضوع. الحقيقة أنا سعيد جدا بمثل هذه الأمور، لأنه أولا بأول بتشوفوا كل الأحداث زي ما حضراتكم شايفين، سواء على الصفحة الرسمية للنادي الأهلي ومن خلال قناتكم تشوفوا إيه اللي بيحصل، بعيدا عن أي كلام أو يعني محدش يخدكم في كلام تاني، هذا هو الأمر وهذا هو شرح للأمر. مرة تانية بعثة النادي الأهلي تعطلت في أكرا، واتصالات مع كاف لتأجيل مباراة ميدياما. تعرضت الطائرة التي تقل بعثة فريق الأهلي مساء اليوم إلى كوماسي للقاء ميدياما الغاني بدوري أبطال إفريقيا لظروف طارئة أجبرتها على عدم استكمال الرحلة، حيث هبطت الطائرة قبل 4 ساعات بمطار أكرا للتزود بالوقود. وأثناء قيام المعدة المخصصة من المطار لتحريك الطائرة تمهيدا للإقلاع، اصطدمت المعدة بمقدمة الطائرة، مما تسبب في عدم صلاحيتها للطيران في الوقت الراهن، وعليه باتت بعثة النادي الأهلي في ورطة، حيث يبحث الجهاز الإداري عن فندق للإقامة به الليلة في ظل عدم توافر طيران داخلي لاستكمال الرحلة إلى كوماسي. وفي ذات الوقت تقوم إدارة النادي باتصالات مكثفة مع وزارة الطيران لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وفي ضوء هذه الأحداث جرت اتصالات عاجلة مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لإخطاره بما حدث واتخاذ ما يلزم نحو تأجيل المباراة حتى يتمكن فريق الأهلي من الوصول إلى كوماسي والمشاركة في هذا اللقاء. إن شاء الله بس الأمور تبقى على خير، وال زي ما قلنا كده يلاقوا بس الفندق، يعني لا خلي بالك كل حاجه الحمد لله بسيطه ان شاء الله عشان المباراه نبقى جاهزين ليها. واعتقد الفتره اللي فاتت لا الكاف كان بيستجيب لطلبات تاجيل زي كده، بخصوص برضو مشاكل في الفرق ممكن توصل او ظروف الطقس مثلا اللي تاخر سفر فريق او حاجه زي كده. وافتكر ممكن مع النادي الاهلي كابتن اسلام في 2012 كنا بنلعب في أبيجان أو في مالي، يعني كنا تقريبا في مالي مباراة الملعب المالي، اللي هي اللعيبة رجعت في طيران طيارة حربية أو حاجة زي كده. مباراة الإياب اللي كانت في مصر اتأجلت عشان خاطر بعثة النادي الأهلي، كانت قعدت في مالي كذا يوم بسبب المشكلة اللي حصلت، وإن هم رجعوا بعد كده يعني طيران حربي هو اللي رجعه. فأعتقد إن لا الكاف يعني عنده من المرونه ان هو يستجيب لطلب النادي الاهلي والتاجيل، خصوصا ان يعني اصلا كده كده مباريات دوري ابطال افريقيا بتلعب يا جمعه يا سبت، فان انت تلعب السبت دي مش ازمه كبيره يعني، حتى سواء في البث او في اي امر اخر الكاف يقدر يحلها. وان شاء الله لا ان شاء الله المباراه تتاجل عشان يعني ده حدث يعني حدث عارض، وما يعني
ما كانت حاجه مش متوقعه، حاجه مش في ايدين حد. بالظبط، مفاجآت افريقيا لا تنتهي. بتالي انت شفته كتير يا كابتن. شفنا كتير، بس انا الحقيقه دي يعني ممكن مثلا مره شفت نزلنا ملعب والدنيا مطرت فالحكم صفر مش هنكمل الماتش في الدقيقه 40 مثلا من الشوط الاول. ده كان ماتش القطن ده كان ماتش القطن تقريبا. مش فاكر كان ماتش ايه، مره مع الاهلي ومره مع الاسماعيلي. يعني انا لعبت مره مع الاهلي ومره مع الاسماعيلي وتاجل الماتش لتاني يوم وكملنا بقيه الماتش. فبتحصل يعني، بتشوف حاجات بتحصل زي دي. احنا ايامنا ما كنا بننزل في المطار ما كانتش طبعا فيه التجهيزات في كل مطارات افريقيا، ما كانتش زي دلوقتي. مهما كانت التجهيزات الحاليه لو صعبه فشوف زمان كانت عامله ازاي. فكنا ساعات كتيره جدا بننام في الطياره وبننام في جنب الطياره وبننام في ارض المطار كانت حاجات كتيره جدا. وفي ناس كانت يعني يلا امور كتيره جدا كانت بتحصل. لكن في النهايه يعني الامور دلوقتي مختلفه، انت بتسافر بطيران خاص ودلوقتي بيبقى معاك ناس وبتبقى معاك زحمه وامور كثيره جدا جدا تغيرت الحقيقه لصالح اللاعبين ولصالح الانديه الكبيره مثل الاهلي الحقيقه علشان تقدر تعمل كده. لكن في النهايه اتمنى ان يستجيب الاتحاد الافريقي لطلبات النادي الاهلي او لطلب النادي الاهلي المشروع في تاجيل هذه المباراه لمده 24 ساعه. وزي ما ايمن وصبري قالوا ما عندناش مشكله، بس القناه بتاعتنا وحبايبنا واخواتنا ونقدر نقول يا جماعه ناجل الماتش لبكره. ومباراه للاهلي الحقيقه لما تتاجل ما فيش اي مشكله، لانه الناس كلها هتنتظرها يوم جمعه يوم سبت يوم حد اي يوم. الناس كلها هتقعد تتفرج على، او كل جمهور النادي الاهلي هيقعد يتفرج على مباراه النادي الاهلي. فبالتالي الموضوع لن يكون صعب ان هو يتم تحقيقه. اتمنى ان يوافق الاتحاد الافريقي على هذا الامر خلال، ما اعرفش بقى هل هيطلعوا بيها قرار النهارده بكره ممكن بكره الصبح ما اعرفش. شغالين ونشوف ايه اللي هيحصل في هذه الامور يا صبري. يعني اعتقد ان هم هياخدوا القرار بشكل عاجل، يعني بالكتير بكره بدري كمان لازم يكون الموضوع معلن واللعيبه هتعرف او النادي عارف هيلعب المباراه الجمعه ولا السبت. ما اعتقدش ان في مشكله ابدا ان هي تؤجل. يعني النادي الاهلي شعبيته كبيره جدا، وزي ما حضرتك قلت فكره ان الماتش يتلعب يوم سبت حتى لو يعني في ميعاد متفق عليه ان في مباراه ثانيه، لا يعني مباراه الاهلي مهمه وهتحظى بنفس نسبه المتابعه سواء اتلعبت يوم سبت يوم حد اي يوم في اي وقت. موضوع البث بالنسبه لجمهور النادي الاهلي او بالنسبه للمشاهدات اللي ممكن تحصل على المباراه ما فيهوش ادنى مشكله ولا في اي امكانيه للمخاطره. يعني كده كده جمهور الاهلي هيتفرج من كل حته يعني. فانا اتمنى بس ان القرار يكون سريع، وزي ما قلت بس احنا نتمنى اهم حاجه اللعيبه تلاقي فندق تبات فيه النهارده بدل ما هم لسه موجودين في المطار لحد دلوقتي. يعني نتمنى ان ده يحصل خلال الوقت القادم ان شاء الله. اي اخبار جديده هنبلغها لحضراتكم زي ما بلغنا لحضراتكم ايه اللي كان او ايه اللي بيحصل مع بعثة النادي الاهلي، هنبلغ حضراتكم ماذا حدث في هذا الامر. طيب يعني مباراة مهمة، مباراة صعبة، هنشوف اذا كانت اذا تم تأجيل هذه المباراة هنقول لكم، او اذا حصل اي حاجة تانية هنقول لحضراتكم طول ما احنا على الهواء. ولكن في النهاية ايمن هي امور بتحدث وامور طارئة، ولكن يجب ان يتم وضعها دائما في الحسبان. ممكن جدا يتم رفض هذا الطلب. يعني لو تم رفض الطلب خلاص، يعني طالما يعني هو اهم حاجه هو قبل يعني الرفض او الموافقه من عدمه كابتن اسلام هيبقى اعتقد مترتب على هل تم توفير طائره للنادي الاهلي مثلا في الساعات اللي جايه ان هو يسافر على طول لكوماسي من اكرا. ده ممكن. لكن ماذا يحدث لو ان النادي الاهلي الطياره توفرت له بكره بالليل مثلا؟ ايه اللي هيحصل؟ مع بكره بالليل مباراه هي يوم الجمعه في الساعه 6 مثلا بتوقيتنا، بتبقى بدري شويه في غانا. طب ايه اللي هيحصل لو الطيارات اتوفرت بكره بالليل؟ ده برضو اكيد الكاف هيبقى في حساباته. النادي الاهلي هيقدر كمان هو يتوفر له ملعب تدريب مثلا بكره، ان هو يتمرن بكره في اكرا قبل ما يسافر لكوماسي؟ اعتقد الموضوع هيبقى صعب جدا، الا لو السلطات هناك في غانا قدرت ان هي توفر طائره للنادي الاهلي في الساعات اللي جايه دي. يعني هناك تعاون مع السفاره اكيد المصريه هناك في هذا الامر لحين التوصل ل ماذا سيحدث خلال الفتره القادمه. بحاول تشوفوا لنا سياده سفيره شباب ممكن لو يقدر يقول لنا يعني ايه اللي بيحصل
هناك او ماذا سيحدث، لانه احنا عارفين دلوقتي ايه اللي حصل، لكن ماذا سيحدث خلال بقى الفتره القادمه او الساعتين ثلاثه اللي جايين؟ لو تقدروا تجيبوا لنا السفير يا شباب يبقى كويس جدا. هل ده من الممكن ان يؤثر يا صبري على شكل المباراه؟ بالتاكيد، يعني فكره الاستعداد، الوقت اللي هو متاح للتدريب ومتاح للتجهيز قبل المباراة أكيد بيتضغط وبيقل، خصوصا لو المباراة اتلعبت في نفس ميعادها. اللعيبة هتتمرن امتى؟ خصوصا المباراة بدري بالنسبة لتوقيت غانا، هي في وقت مبكر شوية، الماتش الساعة 4 بتوقيت هناك. فهل اللعيبة هتاخد بعد السفر ده عدد ساعات كافي للراحة ولا لا؟ ده موضوع واضح ان هو مش هيكون متوفر، فبالتاكيد هيأثر على شكل الاداء. هتلعب في ملعب في جو يعني حر، الساعه 4 في عز الشمس، ما خدتش راحه كفايه من السفر، تعرضت لضغوط، لعيبه قعدت وقت طويل في المطار، بيتت بره الفندق اللي هي المفروض تبيت فيه، ما تعرفش اصلا هم هينتقلوا بكره، هل هينتقلوا عن طريق طياره؟ ولو ما لقوش طياره طب هيروحوا اصلا هيروحوا لكوماسي ازاي؟ هل هيركبوا حافله توديهم؟ المسافه قد ايه؟ كل الحاجات دي اكيد مؤثره بشكل كبير. لكن اعتقد برضو ان خبرات لاعيبه النادي الاهلي من المفروض ان هي تخليهم اتقل من كده، يركزوا اكتر من كده في المباراة، لكن برضو هي بالتأكيد هتأثر، بس مش المفروض ان هي تأثر على لعيبة بالكم ده من الخبرات، ما يبقاش التأثير مبالغ فيه. طيب ايمن، برضو في مثل هذه الظروف كيف يتصرف مارسيل كولر مثلا؟ لا يعني كمدير فني هو اكيد لازم هيحط في حساباته اول حاجة انا بكرة هتمرن ازاي، يعني هو اكيد هتمرن فين؟ بالظبط، يعني ده اكتر حاجه اكيد بتشغل باله حاليا. يعني لو تم توفير طيران في الساعتين اللي جايين دول ماشي، ممكن حتى لو وصلوا في وقت ما في كوماسي فيقدروا يتمرنوا، لكن ماذا لو احنا فضلنا في كوماسي؟ هل هنقدر نوفر ملعب تدريب؟ طب هنسافر امتى وهنتمرن ازاي؟ فاعتقد دي كلها حاجات هتبقى بتشغل بال مارسيل كولر. فكره بس ايجاد مكان او توفير وقت مناسب للتدريب، عشان خاطر اللعيبه ما تقعدش وقت كبير بلا تدريب بلا تجهيز فني للمباراه. ولكن هو ممكن يستغل برضو بعض الوقت، بس هو يعني بكره، هو الكلام ده كله بكره، يعني النهارده ما تخش النهارده حد يفكر في اي حاجه غير في النوم. يعني هو النهارده المكان اللي هننام فيه هيكون فين؟ فهي دي اعتقد بس كل ما يعني هيفكر فيه مارسيل كولر، ان هو بكره وبعده ايه اللي هيحصل. لو المباراه يوم الجمعه مش ما اتاجلتش، يبقى النهارده اكيد بيفكر طب انا يوم الخميس ده الدنيا هتمشي ازاي. لكن لو المباراه اتاجلت ليوم السبت اعتقد هيبقى عنده مساحه من الوقت افضل ان يعد لاعبيه برده بشكل افضل على المستوى الفني والمستوى الذهني للمباراه، لان هي مباراه مهمه في طريق النادي الاهلي للتاهل لدور الثمانية. نعم. خصوصا ان فريق ميدياما لما هنيجي وقت ما نستعرض او نتكلم على الامور الفنيه والرقميه، هو على ارضه هو قدر يجمع 4 نقاط خلته لسه في الصوره، رغم ان هو فريق من يعني كمستوى رابع يعني.